تداعيات الحرب على قطاع غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لم تمنع الاستعداد لموسم الأعياد. وبنشحي لبست اليوم حلة العيد ولو بخجل. هكذا افتتح سانتا كلوز أول يوم من كريسمس باي ذا ليك في بحيرة بنشعي. أكيد متأمل السلام والخير لكل العالم بالوقت اللي نحنا هون في غيرنا عم بيتعذب، نتمنى لهم السلام. نحنا جينا خصوصا من جونيا كرمال الافتتاح وعم بتضحك وهيك ومبسوط عم نتفرج والأجواء كتير حلوة هون. صورنا مع بابا نويل ورقصنا وغنينا وتسلينا كتير. أنا بدي أقول أنه مرسي لكل اللي أسسوا هيدا المشروع ببنشعي، لأنه بيجوا الناس بيجوا بيتسلوا هون. أجواء الاحتفالات في بنشعي غمرتها بهشة الأطفال مع أهلهم، ولكن الأوضاع في كل من جنوب لبنان وغزة لم يغب عن المنظمين. سنة كريسمس باي ذا ليك بيحمل عنوان لايت اوف هوب او ميلاد الامل، حتى لكل لمبه وكل ضو يكون بمثابه شمعه عم نرفعها على نيه اهلنا بالجنوب والاطفال اللي موجوده بغزه. اجواء الاحتفالات تتنقل بين المناطق اللبنانيه بنسب متفاوته، ولكن الاكيد هو ان فرحه الاعياد حاضره في قلوب الجميع.